في البداية كان في التعمير في مصر، كان حوالين نهر النيل، كان التعمير لا يزيد أو مساحة التعمير لا تزيد عن 4%. وبدأنا كنا محتاجين إن احنا نخرج من الوادي الضيق. جت حرب أكتوبر والعبور العظيم. بعدها بعد الحرب بدأنا نفكر في خلق مراكز حضرية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي، وده كان من خلال إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقانون رقم 59 لسنة 79. كان جيل أول وثاني وثالث، كان نصيب مدينة الشيخ زايد إنها تبقى من جيل الثاني أجيال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. تفضل. ده مبنى هيئة المجتمعات. موقع مدينة الشيخ زايد، طبعا موقع مدينة الشيخ زايد موقع مميز بيحدها غربا وجنوبا مدينة السادس من أكتوبر، شمالا الطريق مصر اسكندرية الصحراوي، ودلوقتي بقى في محور 26 يوليو. إجمالي مساحة المدينة كانت من خلال كذا قرار وصلنا لغاية 10386 فدان. إجمالي الاستثمارات المنفذة في المدينة لغاية 30/6/2014 4 مليار جنيه تقريبا في الإسكان والخدمات والزراعة والمرافق والبنية الأساسية. اللي بالنسبة للمية، المية متوفرة جدا، عندنا محطة مية بتنتج 575 ألف متر مكعب على اليوم. الاستهلاك الحالي لمدينة الشيخ زايد حوالي 100 ألف، و 6 أكتوبر وأبو رواش بياخدوا جزء من المحطة. شبكة الصرف الصحي في محطة معالجة موجودة في منطقة أبو رواش، الطاقة بتاعتها 26 ألف متر مكعب. بالنسبة لمية الري، احنا الحقيقة بنتجه ان احنا نروي المسطحات الزراعة اللي موجودة عندنا بمية غسيل المرشحات الناتجة من محطة المية. احنا طبعا بنعتذر للمواطنين، في عندنا بعض الحفريات في المدينة ودي نتيجة التعديل او مد شبكات الري عشان نوفر الميه النقيه للشرب ونحل مكانها بميه غسيل مرشحات عشان نروي بيها المسطحات الزراعه. احنا عندنا المحطه بتنتج 40 ألف متر مكعب في اليوم، تكفي لزراعه حوالي 1600 فدان. اللي عندنا في مدينه الشيخ زايد حوالي 350 فدان زراعه، وبعض المنتجعات او بعض الاماكن او الشركات الاستثمار العقاري بتاخد مننا برضو كميات، يعني عندنا وفره في الميه غسيل المرشحات اللي بنروي بيها الزراعه. بالنسبه للكهرباء، كل المدينه تقريبا الكهرباء موجوده فيها، عندنا محطتين، كل محطه الطاقه بتاعتها 100 ميجا فولت امبير، وفي محطه ثالثه مقترحه ان شاء الله برضو بنفس الطاقه للاستخدامات المستقبليه للمدينة. بالنسبة للتليفونات برضو، في عندنا سنترالين سعة كل واحد 60 ألف خط، بخلاف في برضو سنترال في بيفرلي هيلز 40 ألف خط. بالنسبة للإسكان في المدينة، إجمالي المنفذ في المدينة حوالي 72 ألف وحدة سكنية، جزء منها يمكن الجزء الأقل حوالي 33 ألف منفذين بمعرفة الجهات الحكومية اللي هي جهاز المدينة، بنك التعمير وإسكان، وهيئة التعاونيات البناء، والباقي منفذ بمعرفة الأفراد أو الشركات الاستثمار العقاري. ناخد لقطات كده سريعة على الإسكان المنفذ. ده إسكان اقتصادي، ده متوسط، شباب، قومي، حدائقي. ده إسكان يعني فاخر، مساحات كبيرة شوية. احنا عندنا حوالي 42 كومباوند موجودين في المدينة. مساحة المسطحات دي اللي هي الاستثمار شركات الاستثمار العقاري حوالي 4524 فدان، يعني بتمثل أكثر من 40% من مساحة المدينة. اتفضل. دي نماذج لبعض المنفذ في شركات الاستثمار العقاري. برضو قومي مستثمرين، محور مستثمرين. الخدمات في المدينة، الحقيقة الخدمات موجودة بكثرة متوفرة. كل الخدمات الصحي 3، الديني المحطات البنزين، السنترالات وهكذا، الرياضي. دي بعض النماذج. التعليم، دي مدرسة حكومي، ده جامعة النيل طبعا التعليم العالي، وادي جامعة القاهرة موجودة هنا جنب الجهاز، وكلية الهندسة موجودة. الحضانات،
مستشفى التخصصي عدد السراير اللي فيها 238 سرير. الحقيقة دي فيها كل التخصصات، ويعني دي من النماذج الواضحة في المدن الجديدة كمستشفيات. يعني مستشفى المركزي 32 سرير، الجوامع والكنائس، الحاجات التجاري بقى، المشروعات التجارية والإدارية في منها كثرة موجودة في المدينة. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كإداري، مبنى إداري. اتفضل. ده المقر اللي حضراتكم هتشرفونا النهارده في افتتاحه، مركز خدمة المواطنين والمستثمرين. اتفضل. اتفضل. برضه تجاري. اتفضل. الترفيهي برضه موجود. اتحاد الأسرين العرب ده مبنى موجود في المحور المركزي، تم افتتاحه من حوالي أسبوعين تقريبا. اتفضل. الرياضي برضه موجود معانا، نادي الشيخ زايد ومركز شباب، وإن شاء الله هيبقى معانا نادي الأهلي إن شاء الله في شهر 3 السنة القادمة إن شاء الله. والخدمات الأمنية والسجل المدني وخلافه ومكتب البريد والسنترالات ودور الأيتام ومحطات البنزين. اتفضل. والمخابز، ما عندناش أي مشكلة بالنسبة للخبز، عندنا الفرن ده بينتج كمية كبيرة، يمكن مش شغال بطاقته كاملة. برضه هنتوقف لحظات السويقة. احنا يمكن النهاردة بنشهد ان مدينة الشيخ زايد تم القضاء تماما على مشكلة الباعة الجائلين، ما عادش عندنا باعة جائلين خالص. تم تنفيذ السويقة، ثانية واحدة، تم تنفيذ السويقة دي، الطاقة بتاعتها او عدد الباكيات اللي فيها 134 باكية، الباكية مساحتها 10 متر وفي مجموعة من المحلات. اتفضل. ده المنظر الباعة الجائلين قبل، ده في منطقة في الحي الاول عند المستشفى، ده قبل ما نحصر، وده برضو المنظر قبل كده. اتفضل. ده المنظر نفس المكان بعد ما الباعة الجائلين راحوا للسويقة وتم تسكينهم، ده برضو المنظر. برضو دي السويقة من بره، دي الباكيات بتاعت السويقة قبل إشغالها، ودي بعد ما تم إشغالها، ده نموذج وده نموذج تاني. الحقيقه بعض المشروعات الجاريه في المدينه. اتفضل. لقطه سريعه، يعني المحور بين حي السابع والثامن، كان يعني فتره الثوره كان في بعض التجاوزات او التعديات، كان المنظر كده، ده الفكره اللي هنعملها كنا هناك. اتفضل. بقت كده بالمنظر ده، وبقت كده دلوقتي بعد ما زرعنا، بقت بالمنظر ده. ده المحور الفاصل ما بين الحي السابع والثامن. اتفضل. مدخل 2، ده مدخل من ضمن 6 مداخل جاري تطوير المداخل كلها ان شاء الله، اول مدخل بدانا بيه. اتفضل. ده قبل، وده الفكره بتاعته، وده بعد ما طورنا المدخل بقى بالمنظر ده. اتفضل. الحي الثالث والحي 13 الحقيقه برضو شهدوا تطوير، ده كان قبل، ده بعد، بس لسه بقى الزراعه جاريه اليومين دول، بنستكمل الزراعه. اتفضل. الحي 13 قبل، ده بعد، وده بعد برضو اللقطه دي. الحقيقه طريق صاد اللي هو طريق النزهه ده طريق مهم جدا، ده بيربط ما بين محور 26 يوليو وطريق مصر اسكندريه الصحراوي، مهم جدا لسكان المدينه، طوله حوالي 10 كيلو، كان منفذ فيه 6 كيلو تقريبا، و4 كيلو كان محتاج ازدواج ومحتاج ان هو يتفتح، بيتم التنسيق مع القوات المسلحه، وتم بالفعل التنسيق، وهيتم الربط يمكن خلال اسبوعين ثلاثه بالكثير، يتم افتتاح الطريق. الطريق ده كان على قطاعات، ده الجزء الاول فيه اللي كان منفذ، تم رفع كفاءته بقى بالمنظر ده. الجزء بقى الثاني ده كان الجزء اللي احنا هنعمل له ازدواج، ده بالظبط بدأنا هنا، وده هنا منطقة الربوة، وادي بدأنا نشكل الجزر اللي موجودة وبنعمل اليوترنات بتاعته، وبدأنا ادي الاسفلت اللي موجود سفلتنا الحارة دي، وادي اعمدة الانارة بدأنا نشتغل، وربطنا بطريق مصر اسكندرية. اتفضل. ده بدأنا، وادي الجزء بقى جاي من هناك، الزراعة كلها تستكمل بطول 4 كيلو. اتفضل. الحارات المحور المركزي، المحور المركزي ده موجود في داخل المدينه، وطوله كدائري حوالي يمكن 14 كيلو، مهم جدا، كان السنوات اللي فاتت كان المواطنين بيعانوا من الحركه المروريه داخل المحور ده. الحقيقه احنا كنا بنطرح تطوير المحور ده
عن طريق مكاتب استشاريه، ولكن مع الوزير قال لا، الحاجات دي المفروض ان احنا عندنا الادارات الهندسيه بتاعتنا ونبدا نشتغل. احنا بدانا بالفعل اشتغلنا وصممنا تطوير الطريق واسندنا، عدينا المستندات واسندنا تطوير الطريق. اتفضل، ده قبل، اتفضل، ده قبل بالمنظر ده. اتفضل، بدانا نشتغل. الطريق عرضه حوالي 45 متر، تم تنفيذه، هيبقى اتجاه رايح واتجاه راجع، وفي جزيره في النص عرضها 6 متر يتم فيها عمل اليوترنات زي ما احنا شايفين كده. وبدات ارجع واحد ثانيه واحده، بدانا شكلنا ده انتهى، وبدانا نشون الانترلوك وبدانا نشتغل على جانبيه. هيبقى في مواقف انتظار وفي وفي تنسيق موقع ما بين جميع المولات اللي موجوده دي. اتفضل، بدانا نشتغل في الانترلوك. اتفضل، اتفضل، الانترنت ده المنظر بتاعه بعد ما هيكتمل ان شاء الله، هيبقى بالمنظر ده. اتفضل. الطريق الدائري ده طريق لا يقل اهميه عن المحور المركزي، ده طوله حوالي يمكن 10 كيلو، ده بيخدم عليه جميع مداخل المدينة الستة، بالإضافة إلى جزء اللي هو مدخل ما بين واحد واثنين. خدنا رفع كفاءة الطريق الدائري ده. اتفضل، ده منظر العربيات الصغيرة اللي هي السبعة راكب اللي موجودة في مدخل واحد، كان لابد من إيجاد مكان مناسب لهم يعني ضبط الحركة المرورية وتنظيمهم. اتفضل، عملنا الفكرة هيبقى عندنا موقف انتظار العربيات الصغيرة، موقف انتظار الميكروباص، وده موقف انتظار عربيات الملاكي، لان عربيات الملاكي دايما بتقف برضه في المدخل ده. سعه الموقف ده حوالي 300 عربيه، بالاضافه الى اتوبيسات هتبقى موجوده معانا في المنطقه دي برضه، لان هنا في شركات استثمار عقاري لها اتوبيسات تبقى قافله الطريق ده.